ونادي الكويت واحد، الشباب لا شيء، ملعوبة العرضية جميلة، الله تتخلص من دفاع نادي الكويت، وكرة مرتدة يلعبها بشار، جميلة من بشار، روجيرو وانفراد، روجيرو جول، برازيلية يحطها قوية في المرمى من روجيرو، لكن التمريرة القاتلة اللي صنع الهدف اللي مرر اللي قدمها على طبق من ذهب لروجيرو اللي انفرد وسجل الهدف الثاني لنادي الكويت، هدفان برازيليان لكن بصناعة كويتية. شوف روجيرو لما عدى، قلت لك المساحات راح تكون موجودة في الشوط الثاني تحديدا في دفاع نادي الشباب، وهذا اللي من خلاله تمكن اللاعب روجيرو من الانطلاق وتسجيل الهدف الثاني لنادي الكويت. شوف عدى روجيرو بشكل حلو وحطها بالجول قوية، والكرات المرتدة لنادي الكويت خاصة من تمريرات القاتلة لبشار عبد الله، تمريرة ولا أروع. تصل الكرة لشهاب، يعد شهاب.